أعاد جلسات مناقشة قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان النقاش حول أهم ركيزة في مقومات الهوية الجزائرية لغتها، على خلفية رفض مقترح النائب عن حركة مجتمع السلم بخصوص إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 46 للقانون، والتي طالبت بإعادة تحرير صكوك البريد باللغة العربية. الاقتراح هو أنه المادة 46 تنص على أنه الصك البريدي يحرر بالأرقام العربية حروفا وأرقاما، هذا هو مجمل نص المادة 46، وأكد على أن الرقم يجب أن يكون باللغة العربية. احنا أردنا أنه أيضا لغة التحرير تكون باللغة العربية. لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية التي لم تتبنى المقترح فتحت الباب أمام كتابة الصكوك بجميع اللغات، مراعاة لرغبات الجزائريين الذين يفضلون التعامل باللغة الفرنسية. طبيعة الحال هذه طبيعة المجلس الشعبي الوطني، الموالاة أنها ترفض أي تعديل يطرح، لكن هذا هو الديدان، هذا هو اللي تعودنا عليه، أنه أي تعديل يطرح يقابل بالرفض. واقعة تفتح اليوم بوابة الماضي لإخراج ملف تعريب الإدارة الجزائرية من أدراج التناسي. ما زلنا نقدر نقول في تعريب الإدارة الجزائرية ما زلنا متأخرين مع نص المادة، على ما تنص عليه المادة الثالثة من الدستور. من المفروض لما نقول لنص الدستور على أنه اللغة الرسمية والوطنية للبلاد هي اللغة العربية، فما المفروض ما تبقاش شبرا على ورق، بل تجسد على أرض الواقع وفي كل المواطن وفي كل الأحوال وفي كل الحالات. إدارة مدت فيها اللغة الفرنسية جذورها واستشرت في جسدها وهمشت فيها العربية بحجة الموروث الثقافي الاستعماري، حجة بالية ونحن نعيش العقد الخامس بعد الاستقلال.